بس بصراحة ما في أحسن من رمضان. طب وإيش أكتر شيء تتذكريه في رمضان يا نورة؟ صراحة فاكرة أكتر حاجة التحلية، وبالذات قصص جدي اللي كان يحكيها وكل شوي يعيدها. تعرف يا نورة هذه القصة لازم تقوليها لابنك. والله يا ماما بحاول، بس كل واحد في العالم حقه. صراحة وحشتني رمضان زمان. صدقي يا ماما، أحس إنه زمان كانت في ألفة أكتر، كلنا نتكلم مع بعض، يعني فعلا حسيت كأنه كان رمضان. كانت وناسة، كلنا كنا قريبين من بعض. ألو نورة، صوتك راح. صدق يا ماما، من جد وحشتني هذيك الأيام. والله وحشتني أنا كمان.